يعني شفنا حاجات ما بنشوفهاش او ما شفناهاش قبل كده، يعني ما شفناهاش قبل كده، ما شفناش ان الزمالك يجي فيه جون ويبقى بالهدوء ده وجماهيره بالهدوء ده ويعوض ونجم فاجئ الدنيا كلها وفاجئ كابتن رضا عبد العال اللي مش عاجبه ونجم، كابتن رضا عبد العال مش عاجبه ونجم. النهارده كان ونجم زي النجم في الملعب. تألق النهارده واحرز هدف مؤثر جدا. خلي بالكوا هدف ونجم ده مؤثر جدا. يعني شبه كده جون كابتن تامر عبد الحميد في الرجاء، بس طبعا الفرق ان هي جت في ايد الجون، ولا مش شبهه يا كابتن تامر؟ حبيبي يا زميل، شبهه ولا شبه مش شبهه؟ شبهه بس بتاع نجم احلى طبعا. بتاع النجم. السلام عليك، السلام عليك كابتن تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك وصاحب هدف الفوز في الرجاء طبعا المغربي. برحب بيك. والنهاردة الرجاء كسب مازيمبي بهدفين دون رد، وكانت مباراة هيلة جدا جدا، والرجاء اللي في طريق نادي الزمالك يعني حاجة كويسة. لكن النهاردة عايز أكلمك على المستوى الرائع اللي أداه نادي الزمالك. كنت بقول نادي الزمالك جه في جون لم يتأثر، اللعيبة هديت، عرفت تتعامل مع المباراة، حاجات كنا زمان بنشوفها بقينا نشوفها دلوقتي في نادي الزمالك. في البدايه بس يا زميب طبعا ببارك لجماهير نادي الزمالك، ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين الابطال اللي احنا بقالنا دلوقتي اكتر من 10 ايام عايشين في اجواء بطوليه. طبعا بطولتين السوبر، بخروا بقى بخروا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يعني السته ان شاء الله بطوله ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله. خلي بالك الماتش هناك صعب جدا 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 جدا، بس يعني انا بص يا مهيب، انا قلقان من حاجه واحده بس، انا قلقان من الجماهير. لا بص، على المستوى الفني انا شايف ان لعيبه نادي الزمالك اعلى من فريق الترجي يعني. ده حقيقي، ولكن انا قلقان من الجماهير، لان الاجواء بتبقى في سنه صعبه جدا، وانت طبعا دليل السنه اللي فاتت ان الترجي خرج النادي الاهلي، وكان على فكره النادي الاهلي طبعا كان كسبان هنا 3 وخسر هناك 3 برضه. فانا الحاجه الوحيده اللي متخوف منها بس هي الجماهير، جماهير الفلوس يعني. خلي بالك.